وفوق 2030 جهه الدرع التمرينات ما كانتش مدرجه، فانا درجتها 2022 ودخلتها في الميزانيه ديال 2022. دونك في 2022 غادي نقدم لكم مشروع معادي نعطيو للسيد الرئيس والسيد الوالي ديال مشروع الشراكه للتمكين الاقتصادي للنساء اللي تكلمنا عليه في البرلمان وتكلمنا عليه في مجلس المستشارين، ونشكر جميع البرلمانيين المستشارين اللي جاوا ايضا مع هذا اللي كانوا ايضا طلبوا هذا البرنامج وجيزي غاسيوري، يعني قلت لهم احنا درجناه في 2022. فهذا البرنامج مهم جدا، كتعطي للوزاره واحد الميزانيه، الجهه حتى هي كتعطي واحد الميزانيه. السيد الوالي المحترم، السيدة الوزيرة المحترمة، السيد رئيس الجهة المحترم، السادة العمال، السيدات والسادة رؤساء المجالس الإقليمية، السيدات والسادة النواب البرلمانيين، السادة والسيدات الحضور الكرام، السلام عليكم. أسفل اليوم السيدة الوزيرة، شكرا لكم جزيلا لزيارتكم جهة درع التمكينات، وأيضا تحية خالصة مني شخصيا كرئيس لجنة القطاع الاجتماعية لتجاوبكم السريع لإدماج جهة درع التمكينات، لأن أثناء مناقشة وعرض مشروع ميزانية فرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في اللجنة تبين أن لا وجود لما يسمى بجهة درع التمكينات في مشروع الميزانية لسنة 2022. وأخبرت السيدة الوزيرة على ذلك، وأشرنا إلى يجب اعتماد العدالة المجالية، لأن من غير العدالة المجالية لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي من أولويات البرنامج الحكومي لهذه الحكومة الجديدة. فاستجابت، تبين اليوم أن السيدة الوزيرة استجابت بشكل سريع لإدماج درع التمكينات، ونتمنى لأن جهة درع التمكينات هي الأخيرة في البرنامج والميزانية ديال 2022، نتمنى تكون هي الأولى في ميزانية الفرعية ل 2023. شكرا جزيلا الشكر السيد الوزير. ستمكن من تعزيز مكانة بلادنا وتقوية إشعاعها على المستوى الاجتماعي والتضامني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النموذج الجديد الذي يولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، والذي سيؤدي لا محال لبلوغ نظام متكامل وشمولي للرعاية الاجتماعية يقوم على مبدأ العدالة المجالية والإنصاف. السيدة الوزيرة المحترمة، إن جائحة كوفيد-19 أرخت بظلالها وكانت لها انعكاسات مباشرة على الأداء التنظيمي والهيكلي المتعلق بالفئات المستهدفة، وأن الوزارة تعتبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعتبر قطاعاً حقوقياً بامتياز، مما يستدعي تضافر الجهود لتكريس الحقوق المكفولة بناءً على المقتضيات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، مما جعل المملكة المغربية في حاجة ماسة إلى اعتماد مقاربة حقوقية تتجاوز المقاربة الإحسانية في هذا المجال. ومرحبا بكم في جهة درع التمكينات، وشكرا لكم جميعا.